السلام عليكم ورحمة الله. 16 حلا فعالا يساعد على علاج الصداع النصفي. الصداع النصفي وأسبابه والطرق الطبيعية والأدوية التي تساعد على جعله يتوقف. أولا، ما هو الصداع النصفي؟ هو صداع متكرر، غالبا ما يكون في جانب واحد من الرأس، يصاحبه في بعض الأحيان غثيان وقيء وحساسية شديدة للضوء والصوت. قد يتضمن الصداع النصفي أيضا مرحلة تسمى بالهالة، والتي تشمل الشعور باضطرابات بصرية ومضات وبقع ورؤية خطوط متعرجة وأضواء ملونة تلمع في مكان مظلم. يمكن أن يؤثر الصداع النصفي بطريقة سلبية على حياة الأشخاص ومردودهم اليومي في العمل والمنزل وحتى أدائهم الجنسي. لماذا يحدث الصداع النصفي؟ تقول سوزان برونر المديرة الطبية لمركز مانهاتن للصداع في مدينة نيويورك: الصداع النصفي هو اضطراب في الأعصاب يتضمن تغييرات عصبية ووعائية في الدماغ تحدث خلال نوبة الصداع. وتضيف قائلة: يملك الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالصداع النصفي عتبة منخفضة لتفعيل مراكز الألم في الدماغ، وهم بالتالي أكثر حساسية للمحفزات التي تسبب الألم. يحدث ذلك الألم عندما يتوقف نشاط موجة من الخلايا العصبية، مما يتسبب في إيقاف الإفراز العصبي الذي يسبب بدوره الالتهاب للأوعية الدموية، ويقوم ذلك بتحفيزها وتحفيز هياكل الألم الموجودة في عمق الدماغ. السؤال يقول: كيف تجعل الصداع النصفي يتوقف؟ نتعرف أولا على سبب الصداع النصفي. إذا كنت عرضة للصداع النصفي فقد تفيدك معرفة بعض المحفزات التي تثيره، ويمكنك تتبع الصداع وتحديد زمنه وأعراضه على تقويم شهري ليساعدك ذلك على فهم نوع الأنشطة التي تقوم بها والمحفزات المحتملة لحصوله، مثل ما يلي: انخفاض مستوى هرمون الأستروجين. يقول الدكتور أندرو مايكل بلومفيلد مدير مركز الصداع في جنوب كاليفورنيا: قبل الدورة الشهرية تعاني النساء من هبوط حاد في مستوى الأستروجين، ويسبب ذلك الصداع النصفي. وهو جرعة منخفضة من هرمون الأستروجين الموجود في حبوب منع الحمل قد تساعد على تخفيف الألم. الكحول. إذا أصبت بآثار الكحول، صداع وتخلف في الصوت والصورة بعد تناول مشروب واحد، فقد تكون في الواقع تعاني من الصداع النصفي. لهذا تجنب الكحول الذي يسبب لك الصداع خلال 8 ساعات بعد الاستهلاك. يقول الدكتور بلومفيلد: الخبر السار هو أن ذلك الصداع تسببه أنواع محددة من الكحول، فيمكن للأشخاص تناول الفودكا مثلا بدلا من البيرة، ويبقوا على ما يرام بالنسبة للصداع. ثالثا، تخطي بعض الوجبات. يمكن أن يؤدي تقلبات نسبة السكر في الدم إلى شلال من الألم المتصاعد الذي يتسبب لك بالصداع النصفي. لذلك لا تبقى مطلقا بدون طعام لمدة تفوق 3 ساعات. يقول الدكتور برونر: أضف بروتينا خفيفا كلما تناولت الطعام للحفاظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الجسم. سبب آخر وهو الكافيين. إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الكافيين أو القهوة بانتظام، فأنت تجعل من نفسك عرضة للصداع الارتدادي، والذي يمكن له أن يحفز مركز الصداع في الدماغ ويتحول إلى صداع نصفي. الحد الأقصى الذي ينصح به الأطباء من الكافيين في اليوم هو 200 ميليغرام، وهو ما يقارب كوب واحد من القهوة لا أكثر. السبب الآخر هو اضطرابات النوم. وجدت دراسة أجريت في عام 2010 أن الفئران المحرومة من النوم قد عايشت تغيرات في البروتينات الرئيسية المرتبطة بالصداع النصفي. عليك إذن أن تكون صارما في مواعيد نومك لتزيح الشك عن السبب الذي يمكن أن يجعلك تعاني من ذلك الصداع. نذهب الآن إلى الشطر المهم في هذا الفيديو، وهو العلاج الطبيعي وحلول الصداع النصفي الطبيعية. أولا، حزم الثلج. عليك دائما أن تختار البرد بدلا من الحرارة لوقف ألم الصداع النصفي، فالثلج هو مضاد للالتهابات. تقول كارولين بيرنشتاين مديرة مركز هارفارد لعلاج الصداع الشامل: إن الثلج يساعد على التخلص من الصداع لكونه مضادا للالتهاب. المكملات الغذائية أيضا. في دراسة أجريت مؤخرا شملت أشخاص مصابين بالصداع النصفي المزمن، قاموا بتناول 400 ميلي جرام من الريبوفلافين، وهو فيتامين بي 2، يوميا لمدة 3 أشهر. كانت النتيجة أنهم أصيبوا بعدد نوبات صداع أقل بكثير. كما أثبت المكمل الغذائي كيو كيو 10
أو كيوكيو ديس أنه فعال في الوقاية من الصداع النصفي في دراسة سريرية أخرى. هناك كذلك الحل في تقنيات الاسترخاء. يمكن أن يخفف التدليك من تشنجات الرقبة والكتف، بينما تزيد تقنية تايشي وهي فن قتالي تايلاندي من وعي الجسم، مما يسهل اكتشاف مكان الصداع وعلاجه. أما اليوغا التي تركز على الذهن، مثلا هاتا واليوغا التصالحية، فهي تساعد أيضا على استرخاء الجسم وتخفيض ألم الصداع. علاج آخر وهو الإعشاب. نحن دائما في العلاجات الطبيعية. تؤكد توصيات جديدة من الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب بأن عشب باتربير يمكن أن يمنع نوبات الصداع النصفي، ربما لأنه يدعم تدفق الدم السليم إلى الدماغ. قد يقلل مشروب ألينسون من وتيرة الصداع النصفي أيضا، إلا أن الأدلة السريرية على ذلك لا تزال غير حاسمة. الحل الآخر هو تقنية الوخز بالإبر. وجدت العديد من الدراسات أن الوخز بالإبر يوفر بعض النتائج الإيجابية بخصوص التخلص من الصداع النصفي على المدى الطويل، مثل الأدوية تماما، ولكن بدون آثار جانبية، في حين أن هذه الفعالية يمكن أن تكون ناجمة جزئيا عن تأثير الشعور بالعلاج الوهمي، إلا أن الوخز بالإبر لا يزال يوفر راحة حقيقية. ما هي حلول الصداع النصفي كعلاجات طبيعية؟ أدوية تريبتان. تم تطوير هذه العقاقير التي تستلزم وصفة طبية في عام 1991 لإيقاف الصداع النصفي، فهي تؤثر تقريبا على كل آلية تسبب الصداع النصفي، ولكنها قد تسبب في بعض الأحيان صداعا ارتداديا. الدواء الآخر حصيرات بيتا، وهي مضادات ارتفاع ضغط الدم، تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية وسرعة ضربات القلب. وهذه الأدوية تستخدم أيضا لمنع الصداع النصفي كونها تؤثر على الأوعية الدموية ذات الصلة. يمكن لها أن تسبب آثارا جانبية قليلة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب الخطير، وهذا هو الآثار الجانبي الأكثر خطورة. الدواء الآخر وهو الأدوية المضادة للالتهاب. بالنسبة لبعض المصابين بالصداع النصفي، فإن العقاقير التي تستلزم وصفة طبية لوقف النوبات تقلل أيضا من تكرار الصداع النصفي بنسبة 50% على الأقل، ربما لأنها تمنع بعض الناقلات البصرية أو العصبية عفوا من أداء عملها، ولكن يمكنها أن تسبب آثارا جانبية ضارة مثل الارتباك والنعاس المستمر. العلاج الآخر هو مضادات الاكتئاب. ثبت أن مضادات الاكتئاب مثلا فعالة في علاج الصداع النصفي، ويقول الباحثون أن ذلك يرجع إلى كون بعض نوبات الصداع النصفي تحدث بسبب مستويات هرمون السيروتونين الغير عادية، والتي تعمل تلك الأدوية على إعادته إلى مستوياته الطبيعية وتحقيق التوازن، لكنهم لا ينصحون بها عادة إذا كنت لا تحتاج فعلا إلى علاج للاكتئاب. والعلاج الآخر والأخير في حلقتنا، العلاج الأخير هو البوتوكس. تمت الموافقة على استعمال مادة البوتوكس من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2010، وأصبح استخدام حقن البوتوكس لعلاج الصداع النصفي المزمن خطوة وقائية كما أثبتت التجارب السريرية. يتضمن العلاج حوالي 31 حقنة تعطى كل 12 أسبوعا تقريبا. الآثار الجانبية لهذه الطريقة نادرة جدا. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لابد أن نذكر المصدر الذي أتينا به بهذه المعلومات، وهو موقع Prevention، موقع Prevention أو موقع الصحة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر أحبائي، نرجو أن لا تبخلوا علينا بالتعليقات والاشتراكات في القناة، وأن تشاركوا الفيديوهات المهمة مع أصدقائكم. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء. Thank you.